بن شطة أنا شايف إنه هو كان علامة من علامات الكرة في النادي الأهلي، ليس لأنه سوداني أو كان من اللاعبين السودانيين القلائل اللي لعبوا في النادي الأهلي، ولكن لأن المهارة بتاعته كانت عالية جدا جدا في نص الملعب. لأن شطة كان حتى أيام ما كان بيلعب بالنسبة للأجيال الجديدة اللي ما تبعتوش، شطة كان من اللعيبة اللي بنطلق عليها في الملعب لقب مسمار، مسمار في الفريق، مسمار في الفريق. يعني كان وجوده مهم جدا جدا، كان مؤثر جدا جدا. أذكر أنه هو كان دايما في مباريات زمالك، ودي كانت المباريات الأشهر في الدوري المصري، كان شطة بيبقى الجمهور مرتاح ليه لوجوده، خاصة عشان بيبقى موجود هناك فاروق جعفر، فكان بيبقى شطة من اللعيبة الضروريين المهمين. العلامة اللي سابها شطة ليس في الملعب فقط، ولكن ان هو استمر وجوده في مصر بصفة دائمة، حتى انه اصبح بالنسبة لنا مصري مش سوداني، رغم سودانيين اخواتنا وكل حاجة، لكن شطة وجوده واستمراره في مصر جعل منه مصري 100%. شطة ايضا ترك بصمة في العمل الاداري في كرة القدم لما اشتغل في الاتحاد الافريقي، وبقى وجوده هناك مهم جدا جدا. تولى لجنة من اهم لجان الاتحاد الافريقي اللي كانت متحكمة في تنظيم المباريات والاندية وتوقيتات المباريات والملاعب فوجوده كان مهم جدا جدا جدا. وما زال انا شايف ان شطة ما زال موجود على الساحة لغاية دلوقتي، واذا قارناه بقرناء من اللاعبين القدام هنلاقي ان هو وجوده الابرز في على الساحه، سواء كان لاعب او سواء تولى العمل الاداري. فاعتقد ان شطه من الناس اللي امتازوا فنيا، امتازوا اداريا، الاهم من كده ان هو امتاز اخلاقيا، لان وجوده كان مهم جدا. يعني التعامل بتاعه مع الناس معروف عنه انه هو مهذب جدا جدا، علاقاته جيدة جدا جدا. الاجمل من ده ان علاقاته حتى بقطاع الكرة في الزمالك كان علاقات جيدة جدا جدا، واسمه وسمعته بقى سبه، مش بس لانه اسمه كان غريب شوية كشطة، ولكن لانه هو كشخصية محبوبة جدا. شفت السيرة الكويسة؟ الله يبارك فيك يا اخي. يقولك سيرته سبقاه، هتقول ايه للكابتن جمال؟ طبعا جمال وليل هي بعتقد انه برضو يعني زماننا طوال السبعينات والثمانينات طبعا في الجمهوريه، لا واشتغل معانا كمان في الكاميرا في الملعب، واشتغل معايا في الكاميرا في الملعب صح. انا ناسي ده كان هي برنامج ناجح جدا، وكان بيجي بعد المباريات وكده، فانا بقول انه هي كان ناقد رياضي معتدل جدا. أيوة. رغم انه اهلاويته ولكن كان يعني ما بيغلطش في حد، يعني لدرجه انه يبقى يعني قصده كان بيتكلم على المباراه بشكل جيد. انا حقيقه بعتقد انه من انجح الصحفيين الرياضيين اللي احنا زمناهم في السبعينات. طيب.